طيب 141. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. إذن وضحت الآن ما معنى فارق الجماعة مات ميتة جاهلية؟ ها وضحت شو معنى من يا شاب بالله لو سمعت ما معنى من فارق الجماعة؟ هسه شرحناها بالمنهج هيك حكينا يا رجل. وانا ما بقى اشرح لمين ايش يعني جماعة الافهام. فارق الحق، فارق الحق، ظهر الحق وزهق الباطل، فارق المعتقد السليم. نعم فارق المعتقد السليم الصحيح، الفهم الصحيح للإسلام هذا. فبعض الناس بيقول لك تمشي معانا مع حزبنا، فتقول له أنا لا أتحزب، أنا أسير على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أنت فارقت الجماعة. يا أخي ما معنى مفارقة الجماعة؟ أي معتقدي وفهمي ليس هو المعتقد السليم، فهكذا تحكم. أما مجرد أن لا أمشي معك تقول لي أني فارقت الجماعة، فكلامك هو مفارق للجماعة، ليس من دين الله هذا الكلام. أنا توقعت إن كنت جاوبه صح هذا.